السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ لسون 5 جريد 5 multiplying fraction. multiplying each the following fraction. احنا تعودنا حبايبي نعمل multiply للديسمال نمبر او multiply للهول نمبر. دلوقتي هنتعلم نعمل multiply للفراكشن. معايا 3 over 5 times 5 over 7. what is the number in numerator? 3 عند 5. أول حاجة نعمل multiply the number in numerator وبعد كده نعمل multiply the number in denominator. What is the number in numerator? 3 times 5 equal 15. denominator 4 times 7 equal 28. كده أنا حليت المسألة بتاعتي. عملنا الأول times the numerator وبعدين times the denominator. Another example, 4 over 9 times 2 over 3. أول حاجة اتفقنا نعمل ايه؟ times the number in numerator 4 times 2 equal 8 وبعدين نعمل times the denominator 9 times 3 equal 27. دي كده مسألتي في simplest form، مش محتاج اعمل لها simplest form. example number 2 multiplying each the following. دلوقتي انا معايا المساله محتاجه يتعمل لها simplest form. طالما هي محتاجه يتعمل لها simplest form نعمل simplest form في الاول وبعد كده نعمل multiply. انا معايا 7 over 8 times 16 over 21. اول حاجه معايا في النيموريتور 7. هنبص على الدينوميتور، في نمبر في الدينوميتور divisible by 7؟ ايوه لقيت ال 21. يبقى ناخد ال 7 مع ال 21 الاثنين دولت يتعمل لهم divided by 7. ومعايا 8 عند 16 برضو الاثنين دولت في تيبل ايه؟ في تيبل 8. هنعمل divided 8 وهنقول 7 divided 7 equal 1، 21 divided 7 equal 3، 8 divided 8 equal 1، 16 divided 8 equal 2. يلا نعمل 9 times the number in numerator 1 times 2 والدينومينيتورز 1 times 3. يبقى الريزلت بتاعنا 2 over 3. that is the simplest form. the result in the simplest form 2 over 3. another example, 3 over 5 times 25 over 35. اول حاجة نشوف في simplest form. ايوة تمام في simplest form. ليه؟ عشان انا لقيت النمبر هنا begin with 5. any number begin with 0 over 5 divisible by 5. طب ما انا معايا في النيوميريتور نمبر begin with 5 وفي الدينوميريتور معايا 5، يبقى نعملهم هما الاثنين divisible by 5. طيب وبعدين هنقول 25 divided 5 equal 5، 5 divided 5 equal 1. معنا لسه متبقي لنا 3 وال 36. طب هنسأل كده ال 3 divisible by 3؟ تمام ينفع يتعمل لها divided 3 equal 12، 3 divided 3 equal 1، 36 divided 6 divided 3 equal 12. يلا نعمل times the numerator. متبقى لنا مين في النيوميريتور؟ 1 times 5 وفي الدينوميريتور 1 times 12. example number 3 multiplying each the following 1 over 8 times 2. طب احنا كنا متعودين نعمل fraction times fraction. دلوقتي انا مسألتي مع fraction times whole number. اول ما الاقي whole number هنحط تحتي ايه؟ نحط في الدينوميتور 1. any whole number is the denominator is 1. يبقى نعمل المسألة من جديد 1 over 8 times 2 over 1. انا مغيرتش حاجة في مسألتي، انا حطيت بس في الدينوميتور 1 عشان تبقى fraction times fraction. ونشتغل بنفس طريقتنا، هندور لو في simplest form هنعمله الاول. لقينا فعلا معنا 2 وال 8، ال 2 and 8 divisible by 2، يبقى نعمل هم 2 divided 2، divided 2 equal 1، divided 2 8 divided 2 equal 4. يبقى متبقى لي مين مع في مسألتي؟ 1 times 1 over 4 times 1 يبقى equal 1 over 4. that is the result in the simplest form. يبقى اتفقنا كده اما نلاقي معانا هون number and fraction هنعمل لهم ايه؟ هنخليه الهول نمبر ده نخليه فراكشن، نحط 1 في الدينومينيتور زي مسألتنا الجديدة دي. 12 times 3 over 4 هي هنعمل ايه بسرعة؟ نجري بسرعة.
معناه 12 دي هو النمبر هنحط في الدينومينيشن بتاعها ايه 1، يبقى بقت 12 اوفر 1 تايمز 3 اوفر 4. تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل السمبلست فورم. يلا نشوف مين هيتعمل له سمبلست فورم. انا معايا في الدينومينيتور 4، طب مين في النيموريتور ديفيزبل باي 4؟ 3 اور 12؟ 12. يبقى ناخد ال 12 وال 4 دول نعملهم ديفايدد 4. 12 ديفايدد 4 ايكوال 3، 4 ديفايدد 4 ايكوال 1. يلا نلم المتبقي. مين متبقي لي في النيموريتور 3 تايمز 3 والدينوميتور 1 تايمز 1؟ يلا نطلع الريزلت 9 اوفر 1. اي فراكشن اتس النيموريتور 1 از هول نمبر. الفراكشن اللي بنلاقي ان الدينوميتور بتاعته 1 يعني ده كده هو النمبر على طول، يعني ايكوال 9. 1 اوفر 25 تايمز 10 برضو معايا فراكشن تايمز هول نمبر. يلا نخلي ان هول نمبر نخليه ايه فراكشن. ازاي؟ هنخلي الدينوميتور بتاعته 1 اوفر 25 تايمز 10 اوفر 1. يلا نعمل تاني حاجة ايه؟ هنعمل السمبلست فورم. واتفقنا اي نمبر بيجين with 0 or 9 divisible by 5، يعني هما الاتنين موجودين في تيبل 5 ال 10 وال 25. يعني 10 divided 5 equal 2، 25 divided 5 equal 5. يعني نشوف مين بيتبقى لنا في النيموريتور 1 تايمز 2 وفي الدينوميتور 5 تايمز 1 تايمز 2 equal 2، 5 تايمز 1 equal 5. That is the result in the simplest form 2 over 5. Another example 5 over 7 تايمز 4. هنعمل ايه؟ هنخلي الهول نمبر فراكشن. ازاي؟ هنكتب 1 في الدينوميتور، خلاص بقت 5 over 7 تايمز 4 over 1. تاني حاجة هندور على simplest form. يلا نشوف مسألتي هنا فيها simplest form، في حد هيتعمل له divided؟ انا معايا مين في الدينوميتور 7؟ طب ال 5 او 7 دول او 4 divisible by 7؟ نو no. يبقى كده مفيش ايه simplest form، مش هنعمل simplify، هي كده اخرنا. يلا نعمل ايه بقى؟ هنعمل تايمز النيموريتور 5 تايمز 4 equal 20، 7 تايمز 1 equal 7، 20 over 7. Example number 4, multiply each the following 2 and 2 over 3 times 3 over 4. دلوقتي معايا حاجة جديدة، معايا mixed number times fraction. احنا اتفقنا لازم نخليها fraction times fraction. طب هنعمل ازاي mixed number نخليه fraction؟ هنعمل ايه؟ down multiply up plus. نقول 2 times 3 equal 6، 6 plus 2 equal 8، بقى الفراكشن 8 over 3 times 3 over 4. يلا نعمل simplest form. في حاجة سهلة جدا لقيناها، لقينا النيموريتور نمبر في النيموريتور هو موجود في الدينوميتور، هنعمل له كانسل، يعني divided itself. 3 divided 3 equal 1 و 3 divided 3 equal 1. طب معايا ال 8 وال 4 الاتنين divisible by 4، divided 4 equal 2، divided 4 equal 1. يلا نشوف مين متبقى لنا في النيموريتور 2 times 1 وفي الدينوميتور 1 times 1. يلا نطلع الريزلت 2 times 1 equal 2، 1 times 1 equal 1. Any fraction is the denominator 1 is a whole number. أي fraction في الدنيا لأن denominator بتاعت 1 يبقى نكتب whole number على طول، يبقى 2 over 1 equal 2. Another example 5 over 6 times 7 and a half. دلوقتي اتفقنا معنا ايه؟ fraction and mixed number. هنخلي mixed number ده fraction. ازاي؟ ها down multiply up plus. بقيت 15 over 2، 2 times 7 equal 14 plus 1 15، 15 over 2. يبقى مسألتي جديدة 5 over 6 times 15 over 2. يلا نعمل simplest form. طب انا هنا معايا 5 وال 5، في number في denominator divisible by 5؟ لا مفيش، يبقى كده ال 5 مش هتعملها divided مع حد. معنا ال 15، what is the factor of 15؟ يعني كام times كام equal 15؟ 3 times 5. طب يعني هنا في الدينوميتور في نمبر في الدينوميتور divisible by 5؟ لا ما لقيناش. طب divisible by 3؟ yes. مين بقى divisible by 3؟ 6 divided 3 equal 2. يبقى بقى لنا بقى مين في النوميتور 5 times 5 وفي الدينوميتور 2 times 2. 5 times 5 equal 25، 2 times 2 equal 4.
طب انا طلعت لي كده ايه improper fraction، ما بنسيبهاش كده، هنحولها لايه لميكسد نمبر. على طول نيجي على الدينومينيتور، الفور تفضل زي ما هي، وهندور في تيبل فور اقرب حاجة للتوني فايف، هي فور تايمز سيكس. فور تايمز سيكس ايكوال توني فور، ومتبقى لنا وان، الريميندر هنحطه في النوميريتور، يبقى سيكس اند وان اوفر فور. دلوقتي مسألتي ميكسد نمبر تايمز ميكسد نمبر، هنعمل فيهم ايه؟ هنخليهم فراكشن تايمز فراكشن، برضه هنعمل ايه؟ داون مالتبلاي اب بلس، 1 تايمز 4 ايكوال 4، 4 بلس 3 ايكوال 7، يبقى اول فراكشن معانا 7 اوفر 4. طيب السكند فراكشن 1 تايمز 7 ايكوال 7، 7 بلس 2 ايكوال 9، يبقى 9 اوفر 7. يلا ندور على السمبلست فورم، في حاجة واضحة جدا قدامنا ان في فوق في النيموريتور 7 وفي الدينوميتور 7، هنكنسلهم مع بعض على طول، ديفايد 7 ايكوال 1، ديفايد 7 ايكوال 1، متبقى لنا 9 اوفر 4. طبعا دي مالهمش سمبلس 4، هنسيبهم زي ما هو، يعني احنا كده عملنا السمبليفاي خلاص. يبقى 1 تايمز 9 ايكوال 9، 4 تايمز 1 ايكوال 4، كده طلع لي امبروبر فراكشن، مش هنسيبه كده، لازم نخليه ميكسد نمبر. That is the end of our lesson today. Goodbye and good luck.